أستاذ محمد، هل ستتمكنوا من خلال مرصد الأورو متوسطية دعم أيضا المحاكم الدولية وتقديم أيضا مزيد من الأدلة على الإبادة الجماعية من خلال هذه المجزرة؟ نحن بالطبع يعني كل التقارير والتوثيقات التي نقوم بها بالأدلة، يعني التقرير الذي يصدر لا يتضمن كافة الأدلة لأن بعضها محمي بحسب القوانين الدولية والمعلومات الشخصية، ولكن التقارير التي تصل نوصلها إن كان لمحكمة جنائية دولية أو لمحكمة العدل الدولية عبر فريق جنوب أفريقيا مثلا تتضمن كافة الأدلة الدامغة التي تبين الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وتؤكدها دون أي قدرة على الالتفاف على هذه الأدلة من شهادات ومن صور وفيديوهات وتقارير من داخل قطاع غزة تبين كيفية القيام الجيش الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب والإبادة الجماعية. يعني في ظل هذه المجزرة وغيرها من المجازر أستاذ محمد، كيف يقوم اليوم المرصد الأورو المتوسطي بعمله على الأرض وفي الميدان في قطاع غزة؟ يعني هنا أولا تحية لكل الأفراد في الأورو المتوسط الذين يعملون على الأرض في قطاع غزة، لأنهم صحيح هم يعني يقومون بكافة التوثيقات التي يستطيعون الوصول إليها. وهنا لابد من الإشارة أيضا يعني نحن على الرغم من كل ما نقوم بتوثيقه الجرائم، هنالك العديد من الجرائم التي لا نستطيع توثيقها إما لعدم القدرة على الوصول أو لضعف الموارد المالية أو حتى البشرية، وبالتالي هؤلاء الذين الفريق الذي يقوم بالتوثيق هم في نفس الوقت فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة ويتعرضون لنفس الإبادة التي يتعرض لها كافة الفلسطينيين، وبالتالي أعمالهم شاق وصعب جدا، ولكن بالرغم من ذلك يسعون لتوثيق أكبر قدر ممكن من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، لأنه من دون توثيق لا مساءلة ولا محاسبة على الصعيد الدولي. وإن كان اليوم يعني بالنظر إلى سير المحاكمات وبطئها يمكن البعض القول بأن لن نصل إلى مساءلة أو محاسبة، لكن على الرغم من ذلك يمكن الوصول للمساءلة والمحاسبة، ولكن أساس هذه المساءلة والمحاسبة هو التوثيق الذي يقوم به الفريق على الأرض لكافة الجرائم أو لمعظم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. هذه المجزرة أستاذ محمد تضاف أيضا إلى القضايا المقدمة في المحكمة الجنائية الدولية لبعض القادة الإسرائيليين ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هل سيتم إلحاق هذه المجزرة أيضا لتكون وأيضا شاهدة على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والتي بالطبع مسؤول عنها القادة في الجيش وفي الحكومة الإسرائيلية؟ بالطبع هذه التوثيقات كلها سوف تشارك، كل ما يتكون لدينا توثيقات جديدة و دامغة ومع الأدلة الخاصة بها على ما تقوم به إسرائيل نشاركه مع الجهات الدولية المعنية. وهنا لابد من الإشارة أن على الرغم من تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف ما زالت هذه المذكرات لم تصدر، يعني نحن بانتظار قرار الغرفة التمهيدية أو المحكمة التمهيدية. وأيضا لابد من الإشارة أن المدعي العام ما زال لم يتقدم بأي يعني طلبات ادعاء بحق جرائم الحرب، بحق التجويع وما إلى هنالك، ولربما هنا يعني يجب على المدعي العام في يعني مع افتراض حسن النية إعادة النظر في مقاربته حول كيفية محاكمة الذين القادة السياسيين والعسكريين الذين يرتكبون هذه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى في قطاع غزة. يجب الإسراع في إصدار مذكرات التوقيف والإسراع في الادعاءات، لأن هنا الأدلة دامغة وموجودة على كل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة منذ 9 أشهر. يعني هنالك ما يكفي من ليس ما يكفي من الأدلة، ولكن هنالك الكثير من الأدلة التي تخول المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لممارسة صلاحياته بالادعاء وإصدار وطلب إصدار مذكرات التوقيف.
يعني متى من المتوقع أن يتم إصدار هذه المذكرات أستاذ محمد، خاصة بأن هناك أنباء كانت تتحدث من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مخاوف من التوقف في دول الاتحاد الأوروبي خوفا من هذه المذكرات، مذكرات الاعتقال بالطبع وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة؟ هذا السؤال يجب أن يسأل الغرفة التمهيدية في المحكمة، يعني متى سوف تصدر القرار هذا؟ من خلال اطلاعكم في المرصد الأوروبي المتوسطي؟ لا معلومات يعني جدية أو معلومات قاطعة بمتى أو بموعد محدد لإصدار هذه المذكرات، ولكن للأسف يعني هذه القضية، قضية فلسطين داخل المحكمة الجنائية الدولية، تخضع ل التدخل السياسي بشكل كبير منذ اليوم الأول لبدء التحقيقات في على عهد المدعي العامة السابقة، والتي بالمناسبة كانت تبتز وتهدد من قبل رئيس الموساد الإسرائيلي مثلا، والجارديان أصدرت تقريرا مفصلا عن ذلك، وتبين مدى التدخل الدولي في عمل المحكمة. نحن نطالب وندعو المحكمة إلى عدم الالتفات لأي من هذه التدخلات والقيام بكافة الصلاحيات التي يخولها لها نظام روما، كما هو الادعاء على كل من يحاول أو يتدخل في عمل المحكمة. إذن هل رصدتم هذه التدخلات من قبل المرصد الأورو المتوسطي، وهل هناك لكم أي يعني دور في تقديم سواء كان الأدلة أو الدفع بهذه القضية؟ كما ذكرت سابقا هنالك، نحن التقارير التي نقوم بها نشاركها عبر قنوات محددة لدى المحكمة أو غير المحكمة، يعني من الوكالات الأمم المتحدة التي تشارك في عمل أو تقدم الأدلة للمحكمة، ولكن مدى التدخلات يعني يكفي فقط الاستماع إلى تصريح المدعي العام مع كل التحفظات على أدائه، تصريحاته حول أن المسؤول غربي في إحدى الحكومات الغربية قال له أن هذه المحكمة وجدت لمحاكمة الدول الإفريقية وليس لمحاكمة إسرائيل والدول الغربية. هنالك تقرير الجارديان الذي صدر منذ حوالي شهرين يبين بالتفاصيل كيف كان يهدد ويبتز رئيس الموساد الإسرائيلي المدعي العام السابقة لدى المحكمة ومنعها من فتح تحقيق، وهي كانت قد فتحت تحقيق قبل انتهاء ولايتها بقليل أو بفترة وجيزة فقط، ولم تستطع فتح التحقيق قبل ذلك. وبالتالي يعني الأدلة الدامغة على التدخل هي تصريحات الرسميين الموجودين في المحكمة الجنائية. السؤال هنا لماذا المدعي العام الذي يخوله نظام روما صلاحية الادعاء على كل من يتدخل ومحاكمة كل من يتدخل بعمل المحكمة، لماذا لم يمارس هذه الصلاحيات بعد؟ أستاذ محمد، استخدام هذه القنابل ذات الوزن الثقيل واستخدام الصواريخ أيضا الثقيلة في قصف خيام للنازحين في هذه المجزرة التي تضاف إلى سجل المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر، إلى أي مدى أيضا من خلال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يدين الدول الداعمة والدول التي تقدم هذه الأسلحة؟ بالطبع يعني كون إسرائيل، هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل هذا النوع من الأسلحة في هذا النوع من العمليات والاغتيالات، هذا يضع مسؤولية على الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة دون حسيب أو رقيب ودون تفعيل. يعني حتى الولايات المتحدة لديها قانون وطني خاص يقول بأن أي دولة تستخدم الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لارتكاب جرائم تخالف القانون الدولي يجب وقف هذه المساعدات. وبالتالي هذا يبين تواطؤ الإدارة الأمريكية مثلا في عدم محاسبة أو وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بأنها لا تطبق قانونها الداخلي. نحن لا نتحدث عن القانون الدولي عندما يعني يكون الحديث عن الولايات المتحدة، لديهم قوانينهم الخاصة التي تمنع استخدام هذه الأسلحة أو تمنع توريد هذه الأسلحة في حال تم ارتكابها في هذا النوع من الجرائم. هي في هذه الحالة لا تقوم بتطبيق قانونها الداخلي أو تقوم بتطبيقه بشكل استنسابي بحسب الدولة التي تتعامل معها. مع إسرائيل
من هنا يأتي المصطلح الذي نستخدمه دائما بأن هنالك دعم عسكري ومالي وسياسي ومالي مطلق لإسرائيل من الولايات المتحدة، وكل بيانات الإدانة وطلبات التحقيق وما إلى هنالك ليس كما يقول الأمريكيون هي شوجر كوتينج أو تغليف هذه المساعدات العسكرية حتى تصل سلاسة ومع إدانة ما تقوم به إسرائيل. نعم، أشكرك كل الشكر الأستاذ محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من بيروت.